السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن نتعرف باسم حضرتك، من أي بلد قادم؟ الأستاذ سعد بغرارة من الجزائر. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد. مجال عمل حضراتكم؟ في المجال العقاري. رأيكم بالمعرض، فعاليات المعرض بالشركة التركية العارضة أيضا؟ نعم، يعني إحنا لأول مرة نشارك في المعرض هذا، ويعني وإحنا مهتمين كثير في الجزائر بالاستثمار في الجانب العقاري وفي المشاريع الفخمة كذلك. رأيكم بالشركات التركية العارضة؟ نعم. رأيكم بالشركات التركية العارضة؟ نعم. هل هي عند مستوى حسن ظنكم؟ إن شاء الله نالت إعجابكم؟ لقيتوا طلبكم؟ الحمد لله، لحد الآن الحمد لله رب العالمين. تمام، شكرا كثير لحضرتك. شكرا على حسن الاستقبال. أهلا وسهلا.